وللمزيد من الوقوف أمام كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل، مرحبا بك وكل عام وأنت بخير. قراءتك لكلمة السيد الرئيس في ذكرى الثورة وأهم الدروس المستفادة التي وردت فيها، وأيضا بالنظر إلى الوضع الحالي والتاريخ. في البداية طبعا مساء الخير على حضراتكم وعلى السادة المشاهدين، وكل سنة ومصر كلها بخير وبسلام إن شاء الله. طبعا احنا لو نظرنا إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبعا هو بيهني الشعب المصري بهذه الذكرى العظيمة، ذكرى التحرر الوطني، أن مصر خرجت من عباءة الاحتلال، خرجت من عباءة الملكية، وأصبح لمصر قرارها، أصبح لمصر رؤيتها، أصبح لمصر دورها الإقليمي والدولي أيضا على كافة المستويات. وأكد الرئيس أيضا أن في الوقت الحالي وما يسير في الدولة المصرية من عمليات التطوير على كافة المستويات وأيضا على المستوى السياسي، هو امتداد لثورة 23 يوليو. ثورة 23 يوليو أسست أنه يبقى في جيش قوي للدولة المصرية، يبقى لما يكون في جيش قوي للدولة يبقى الدولة المصرية أصبحت صاحبة قرارها، أصبحت صاحبة إرادتها بشكل كبير وبشكل أساسي. لهذا السبب هذا الجيش المصري العظيم منذ نشأته حتى اليوم، ومنذ أن تحرر من عباءة الاحتلال والملكية إلى اليوم، بالتأكيد الجيش المصري هو الحامي والمحافظ على الدولة المصرية، محامي وحافظ على وحدة الدولة المصرية، وأي تهديد خارجي على الدولة أو داخلي أيضا بيقف الجيش المصري صد منيع أمام هذا التهديد. طبعا من المعروف ان ثوره 23 يوليو كانت ثوره ملهمه بالنسبه للشعب المصري، ثوره فجرت كل الطاقات اللي كانت موجوده داخل الشعب على المستوى الصناعي. هنجد ان هناك بدات الدوله في انشاء الصناعات الكبرى زي المصنع، مصانع الغزل والنسيج، مصانع الاسمنت، الحديد والصلب، ايضا السد العالي، انشاء السد العالي، وكان القرار المصري المؤثر ايضا هو تأميم قناة السويس، ودي بإرادة مصرية وقوة مصرية زي ما تحدثنا في البداية انه مصر اصبحت تمتلك قرارها بنفسها في تلك الفترة. نعم. طبعا لو قارنا ما حدث بعد ثورة 23 يوليو وبعد ثورة 30 يونيو العظيمة ايضا 2013، نجد فيه تشابه كبير جدا بين الثورتين، تشابه كبير في الداخل المصري. ثورة 23 يوليو الجيش عندما ارتأى أن هناك فساد داخل الدولة، أن الدولة في حالة انهيار بشكل كبير جدا، التف حوله الشعب المصري وخرجت هذه الثورة العظيمة لتزيح الملكية وتزيح الاحتلال وتبدأ في بناء الدولة وتبدأ في تمكين للشعب وتمكين الشباب والعمل على الحماية الاجتماعية وزيادة المظلة الاجتماعية داخل الدولة المصرية. بعد ثورة 30 يونيو العظيم أيضا عندما ارتأى الشعب أن هناك فساد داخل الدولة، أن هناك تنظيم إرهابي بيسعى إلى تدمير الدولة المصرية وفقدها هويتها، نزل إلى الشوارع وتحت حماية الجيش المصري لإزاحة هذا التنظيم الإرهابي من داخل الدولة، وبدأت الدولة في عملية التنمية الشاملة داخل مصر على كافة المستويات، من إنشاء مصانع، من شق قناة السويس الجديدة، الأراضي، توسيع الرقعة الزراعية، الحماية الاجتماعية أيضا. بالتأكيد كل هذه المشروعات، إذا هناك تشابه وتطابق أيضا على الجانب السياسي. هنجد سياسة مصر الخارجية وقت بعد ثورة 23 يوليو كان هناك توجه مصري إلى الوقوف بجانب الدول العربية وعمليات التحرر داخل الدول العربية والوقوف بجانب القارة الأفريقية. بعد 30 يونيو أيضا نجد أن مصر بتقف قوة قوية مع الدول العربية، بالتأكيد في الوقت الحالي في أزمات عديدة في العديد من الدول العربية، هناك اقتتال داخلي، هناك تنظيمات إرهابية، هناك محاولات لتقسيم المنطقة العربية، إلا أن مصر بتقف صد منيع
أمام كل هذه المحاولات الغربية وتسعى إلى التوافق والسلام داخل الشعوب. بالنسبة للقضية الفلسطينية هي قضية طبعاً قضية مصر الأولى منذ ثورة 23 يوليو حتى اليوم. مصر بتسير على هذا النهج وعلى هذا على المبادئ التي تم وضعها بأن يكون هناك دولة فلسطينية وأنها ترفض الاحتلال وترفض الهجير. إذن التطابق واضح والنهج واحد منذ 23 يوليو حتى الآن، وهذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي بكلمته. شكرا جزيلا لك الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، كنت معنا هاتفياً.